السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتناول موضوع سريع ولكن مهم جدا، بالذات اللي يزرعون أشجار عندهم في البيت، وراح أراويكم هذا المثال في شجرة ليمون أنا شريتها، وراح أبين لكم الموضوع بالتحديد. مثل ما احنا شايفين هنا، هذه شجرة ليمون مطعمة، نلاحظ أن هذه الساق المثمر وهذه الساق اللي في الجذور، هذا هو الساق اللي في الجذور، وهني نقطة التطعيم. نلاحظ يكون في جرح واضح، حتى لما الشجرة تكبر وتصير كبيرة وتنحط في الأرض وتصير شجرة كبيرة وساقها يصير سميك، يبقى أثر التطعيم ذي راح يكون واضح، راح نشوف خط، راح دائما يبقى خط. المهم اللي أبغى أبين لكم إنه مثل ما احنا شايفين هني، عندي نمو فوق في أعلى الشجرة، هني عندي نمو في هذا الجزء الأخضر اللي فوق من الشجرة، ولكن عندي هذه، عندي هذه الغصن مثل ما احنا شايفين، هذه الغصن قاعد ينمو من الساق اللي بعد أو تحت نقطة التطعيم. لازم ننتبه حق هاي النمو، لأن هذا النمو ينتج لي ثمر غير عن الثمر اللي أنا أبغيه. القطعة اللي فوق اللي هي مطعمة هذه هي اللي تنتج لي الثمر اللي أنا أرغب فيه، اللي هو في هذه الحالة اللي هو الليمون الوردي، الليمون الوردي أو اليوريكا بينك ليمون أو الليمون الوردية من صنف اليوريكا. هذه الساق أنا ما أعرف شنو أصله، هذه يستخدم على أساس التحكم في نمو حجم النبتة، هل مقزمة، هل راح تكون كبيرة، هل شبه مقزمة. هذه الجزء الساق الأسفل هذه هو اللي حدد حجم الشجرة مع الوقت. فأي شيء أنا عندي تحت نقطة التطعيم هذه لازم، مثل هذه لازم أزيله، لازم أزيله، لأن الطاقة والمغذيات اللي نحطها في التربة نبغيها كلها تروح في الجزء المثمر فوق هني، اللي هو راح ينتج لي الثمر مع الوقت. النمو أبغي يكون فوق، وهذه بالذات لأن هذه من الحمضيات، وفي أشجار كثيرة تكون مطعمة، دائما نحاسب أن أي نمو تحت خط التطعيم أشيله، فنركز أن يكون النمو نسمح حق النمو يكون فوق نقطة التطعيم، وأي شيء تحت نقطة التطعيم نزيله على أساس النبتة تركز كل الطاقة في النمو اللي أعلى والتثمير الثمر اللي احنا نبغيه. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو السريع والمختصر، ولكن مهم إذا احنا نزرع أشجار مثمرة مثل الليمون أو البرتقال أو أي شيء، الموضوع ما هو مقتصر على الحمضيات، أي شجرة مطعمة لازم ننتبه حق موضوع النمو تحت نقطة التطعيم والنمو فوق نقطة التطعيم. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.